يعني التقييم ديال العمل ديال مجلس الجهات فاس مكناس خلال هذه الولايه الاولى. قررنا انه نقدموا الحصيله ديال العمل ديال المجلس خلال هذه الخمس سنوات، وبطبيعه الحال نحن لم نلبي جميع يعني متطلبات وحاجيات هذه الجهه اللي تعتبر من الجهات الكبرى من ناحيه عدد السكان ومن ناحيه كذلك الموقع ديالها، ولكن نحن راض على ما قام به المجلس وما حققه، لا من ناحيه يعني عدد المشاريع ولا من ناحيه كذلك ما هو مبرمج في اطار البرنامج الجهوي للتنميه اللي لما تنشوفوا الارقام اللي تعطات يعني ان ما بين البرنامج الجهوي وما بين يعني البرنامج تقليص الفوارق والتدخلات المباشره ديال الجهه، يعني ان خلال خمس سنوات هناك غلاف مالي ديال 18 مليار ديال الدرهم الذي خصص لهذه الجهه، فنعتبر انه غلاف جد جد مرضي، وان شاء الله في المستقبل سيتضاعف اكثر وسيعرف كذلك نمو. اذا الان اللي تيبقى وهو ان المجلس ينكب على تحقيق يعني المشاريع المبرمجة خلال السنتين المقبلتين، وكذلك أنه ينطلق المجلس اللي غادي تنتخب ينطلق منذ آخر السنة في تحقيق يعني كل ما تنتظره الجهة.